في الفتر معظمها بقى في الفتر نتيجة عوامل متعددة لن أحصرها الآن ولا أتعرف إليها، لكننا بفضل توجيهات القيادة العربية أو قيادات عربية أنشأنا هذا الاتحاد، ويضم في هذا الاتحاد مجموعة كبيرة من المحكمين العالميين، المحكمين الدوليين معانا، اللي بيحملوا اللي هم قامان أهرامات كبيرة جدا في التحقيق. وهنالك القواعد القانونية الناظمة لعمل هؤلاء في منتهى الدقة.